ايه؟ بعمل لك عرس مطنطن بنص البحر، وكل يوم مننام ببلد ومنفيق ببلد، الصبح نوارز والمسا شوفت عيني. انا ديل قدي حلو. حلو، ما عندي اي مانع، بس مش لازم نرسي على البر. لك بوعدك انه رح نرسي على البر وكل امورنا تكون تمام. هاد بابا. طيب رد عليه احكي معه على رواق، انا اصلا نعست، خلينا اطلع نام. اوكي، جود نايت. جود نايت، باي. الو، كيفك يا استاذ ادهم؟ اهلين بابا، كيفك؟ ان شاء الله مرتاح على ظهر السنونو. ايه، قلت لحالي بكسر هالروتين شوي وبغير جو. تكسر الروتين ولا تكسر نفسك للناس ما بيستاهلوا؟ مشان الله اتركني لحالي وخليني اعرف رتب اموري. شو يا افندي؟ شايفك عامل ابن بطوطه وعم تنط من بلد لبلد وانا اخر من يعلم. بابا اذا بتريدوا للمره المليون بقول لك مشاكلكم الشخصيه ما لها علاقه بحياتي الخاصه، انا بعرف كثير شو بدي. ماني ولد لحتى يلتعب بعقلي. عوني بيك وتارا خط احمر بالنسبه لي، منيح هيك؟ اسمع يا ادهم، انا ما ربيتك كل شبر بندر حتى تطلع بالنهاية عنشوري وتمشي بهالدنيا على كيفك مثل ما بشور عليك حول الناكش وبنته. أعوج؟ ليش أنا؟ اسمع مني الكلام واستوعب، أنا بدي إياك جنبي باستمرار. أنا ربيتك وكبرتك حتى تدير أشغالي وأعمالي وأموالي. أنا بصراحة مالي مطمن لسلوكك العوج هاد. ليش عم تحكي معي وكأني شيطان أو مغضوب؟ بابا أنا ابنك. أدهم، أنا اللي عندي قلته وكل واحد عقله براسه بيعرف خلاصه. بابا مو كل مرة. الله معك. يا رب تمرق هالقصة على خير بقى. يا شباب، شو قصة الهليكوبتر اللي نزلت على الباخرة؟ قايلهم بيصوروا فيلم. بيصوروا فيلم وهليكوبتر؟ والله عم فكر اني اطلع اتصور معنا. لا لا لا، انا اليوم سمعت حكي مهم بالمطبخ، لك حتى الشيف كمان انشلش وانشغل ومدري شو صار له وطلب منا اكلات صعبه كثير. يا زول، ما ده شخص بس مهم، ده نزل عندي في الفي اي بي غرفه سبيشال. تمام، واو يا عمي، يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش، ولا مو هيك بتقولوا بالافلام المصريه؟ ماله هون؟ بلش تدادى الحياه السريه. روح، شايف لك. الليله بالليل. ايوه، اطمن كل شيء تمام. انا بس كنت مشغول مع ضيف كده على المركب، اخلص واجي لك. ها، ربع ساعه. وانت شو كنت تساوي بالضبط؟ انا صرت اتعامل مع الناس السيئين بالبلد، من سماسرة ومكاتب مشبوهة، صرت اقربهم مني لحتى يخدموني وينطوا فوق القانون والروتين. صرت أقبل رشاوي كبيرة ومرق صفقات مضروبة للحكومة وتحايل على المنقصات لحتى ترسى علينا. صرت أدفع 30% للشركة و70% إلي. ونظير عايش عمره ما اشتلق عليك؟ بلا، اشتلق إنه العائدات عم تتراجع. جاب ابنه وبهدله. طبعاً ابنه مثل الأطرش بالزفة. أنا شو كنت له كان يعمل؟ يعني قيس بالواجهة وأنا بالظل. أبوه طبعاً مانو فاضي، يعني غرقان بالسياسة لقراري الدنيا، ما بيهمه كل هذا الموضوع، تركنا الأمور التجارية لنا. وبعدين؟ شو بعدين؟ يعني بدي أحكي لك شو صار معي من 20 سنة لهلأ. بس هلأ الضربة الكبيرة هي الحقيقة بصراحة، لما افتتح نظير عايش عمره الاكتتاب على مشروع سكني بإحدى ضواحي المدينة. كنت أنا الأمر الناهي على هذا المشروع، كنت الراعي له، كنت حط ربع باسم الشركة وأخذ 3/4. ما شاء الله، حربوه بقى. المهم، ما
بلشت هالناس تدفع اقساط وتكتتب على مدار هالسنين. نحن شغلتنا كنا نحفر الاساسات بسنه ونقعد نستنى سنتين ثلاثه نماطل على اساس انه في عنا نقص بالمواد وبالعمل الصعبه. اسست لحالي انا شغل خاص بعدين. اخذت قروض من البنوك. قروض بدون فوائد طويله الامد. وبعدين صرت ادخل ممنوعات على البلد باسم نصير عايش عمرو. ضحكت لي الايام وانجرفت مع التيار اللذيذ. انت بتعرف بالفوضى بيمرق كل شيء. نظير كان يسهل لي كل اللي بدي اياه. كنت محسوب عليه 100% اضرب بسيفه وما حدا يسترجي اللي لا. تليفون منه لمدير البنك القرض كان يمشي بسرعه. كنت اسحب فلوس ما حطها باسم الشركه حطها باسمي انا. نظير شو كان موقفه منك؟ نظير كان رخيلي الحبل. تركني غرد واسبح وطير على كيفي. وبهالحالة أنا قويت شوكتي. ومثل ما بتعرف الحرامي بينام على سطوح المغفر. هوني أنا ما كنت حب الظهور والإعلام. كنت متخفي دائما. صار معي أموال ما بتاكلها النيران. وأنا بخاف من البنوك. فصلت خزنة بساعة فيل. هلا يمكن أنت تستغرب ليش أنا مصارحك. أنا بصراحة هلا غران. غران بالعسل. وخايف العسل يخليني. والغريب يتعلق بهالشي إذا ما في عنده طوق نجاة.